أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب اليوم خفزنا بهذا الفريق. هذا المقابلة ما كانتش الأداء جيد دفاعيا، ما كناش قويين لأن الفريق خاص سجل لنا 57 نقطة. فريق جمعية السالة إذا بغى يفوز باللقب خص الأداء الدفاعي يكون ديالنا أقوى. لأن مقابلة بحال هذه خصم بحال اليوم خصو يسجل لنا أقل من 50 نقطة. نظن خصنا نخدمو كثير في الدفاع إذا بغينا نفوزو باللقب. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن محمد محروس مدرب فريق الفرد. طبعا هنتكلم عن
السفر لسه الولاد ما تكيفوش مع الجو مع الوضع، لكن بنوعد ان الجمهور في جمهور الفتح ان شاء الله يكون اداء احسن في المباريات القادمه ان شاء الله. ومبروك لاساله وحظ اوفر لينا في المباريات القادمه. عليكم السلام. عبد الرحمن طبعا بداية نتكلم على التقييم الرائع اللي شفتوه، طبعا بصراحة كان فوق الخيال، الإعداد كان جدا جميل، التنظيم كان أكثر من رائع، الجمهور كان طوال المباراة يشجع بحماس وهزيج بصراحة ممتعة للفريقين، لفريق سهلة الفريق المقدم هو فريق طبعا لا يخفى عليكم فريق بطل، وفريق بصراحة يستاهل إنه يحقق نتيجة جدا ممتازة. والجمهور بصراحة نحييهم، نحيي التنظيم الرائع، نحيي المستوى اللي قدمه فريق سلا، ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى للبطولة بشكل عام تطلع بصورة جميلة. هل هزيمة نادي الفتح يعني جت إثر التعب للسفر وغيرها يعني، ولا يعني فريق كان خصم كان يعني قوي؟ بصراحة قد يكون ممكن استعدادنا ما كان المستوى المعمول، ولكن قدمنا الشيء اللي عندنا وعندنا أكثر من كذا. التعب طبعا كل الفرق مسافرة وكل الفرق تعبانة، ما فيها يعني كل الفرق تعبانة، بس بصراحة قابلنا فريق عمالقة في كرة السلة، ويعني بصراحة لهم اسمهم في كرة السلة العربية وفريق يحترم، وهذه نتيجة أعتقد أنها تستاهل يعني أنها تكون من الصلاة. ألف مبروك، تستاهل. شكرا السيد رئيس الجلطة، كنظن من عندنا واحد الدعم رسمي من عند السلطات المغربية، هادشي هو اللي خص الشباب، هادشي اللي خصو يمشي في التنظيمات الانتقائيات، نبرزوا المواهب الشباب ديالنا، نعطيو الشباب ديالنا في المجالات اللي يمكن يبدع فيها، وفي اللي يخرج الطاقات ديالو. كنظن خصنا نزيدوا الصبر في هذا العمل، ونتمنى اننا نتشرفوا نزيد نتسناو المغرب ونحصلوا على هذا الفقر. هذا المتمنى ديالنا ودين جميع المغاربه، نتمنى ان شاء الله يكون في ارض الواقع. خليك تسمع الجديد على السيت تاع النادي الاشواق وكيف بدا.